صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جاءني ضيف وقدمناه للصلاة بنا صلاة الظهر. نعم. يقول أحسن الله إليكم: جاءني ضيف وقدمناه للصلاة بنا صلاة الظهر، فصلى ركعتين لأنه مسافر، وقمنا بإتمام الصلاة، فهل عملنا صحيح؟ لا بأس به. هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، لما صلى في مكة صلى الناس خلفه منهم المكيون وغيرهم، قال: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر. نعم.